الاغنيه ديال بلقانه هي من كلمات ولحن خالد سلام، وتوزع الموسيقى دارو ميت شريف، والاخراج ديال الكليب دارو حسن الكرفتي، والاداره الفنيه دار مصطفى خونا. الاغنيه او الكليب تصور في الشمال ديال المغرب، ومشاركه معايا فيه الزوجه ديالي رباب ازماني. صراحه تعبنا بزاف باش نديروا هذا الشيء ونديروا شي حاجه في مستوى، ونتمناو من الله نكون عند حسن ظن الناس اللي كيحبونا. والمشاركه ديال رباب ان شاء الله تزيد شي حاجه زوينه للكليب. وكما غنقول لك اللي بغيت نقول هو الاغنيه تقريبا هذه سنه باش تسجلت، عاد كتب لها يعني انها تخرج للوجود، ونتمناو هذا الانتظار وهذا الشيء كامل وهذا الجهد اللي درناه والجهد ديال الناس اللي شاركوا معنا ولا لي سبونسور الناس، ان شاء الله هادشي كامل باش الجمهور كامل يقتنع ويعجبو الكليب ويبارطاجيه ان شاء الله. لا بالعكس بالعكس، انا ما نلقاش شي موديل احسن من المره ديالي. تبارك الله عندها المكونات كامل باش تكون موديل، والناس كاملين تيقولوا لي هادشي، ماشي غير انا اللي زوج ديالها. وثاني حاجه انه تبارك الله عطات بزاف، وغادي تفاجئكم، جو سي سور غادي تفاجئكم. وهذه التجربه هذه تبقى مترخاله ليا ولا ليها ان شاء الله ولا الناس كاملين. وانا هذا الشيء ما درناه حتى الناس شجعونا عليه، وقال لك علاش ربما ما تكونش مع الزوج ديالها في كليب، بحكم انت ما عارفين المتتبعين ديال الاوفياء ديالها لا في القناه ديالها ولا في الانستغرام. وحنا اخترنا انا نخطو هذه التجربه هذه وهذه المغامره ان شاء الله، وان شاء الله ترجع علينا بالخير والنفع ان شاء الله. شوف واو، ما عرفتش شنو غادي نقول عليها، نخليكم نتوما تقولوا. حنايا اغنيه زعما عجبنا وخدمنا عليها ووجدناها، واول مره انا غادي نبان مع فريد اوطون موديل. ايوا صافي، كنتمنى تعجبكم، تجربه غزاله. و سي فري اول مره كيكون شويه ديال الستريس، شويه ديال سيرتو الحمل كامل علينا انا وفريد، يعني ما كنتش غير موديل، كنت موديل اون ميم طون لي طاش كاملين ديالنا انا وفريد. مي الحمد لله كلشي داز بخير وعلى خير، وكنتمنى يعجبكم حتى نتوما هادشي اللي غنقدم لكم ان شاء الله. انايا اليوم انايا جيت باش نساند الصديق ديالي فريد غنام، وباش نشوف لو سينجل الجديد ديالو ان شاء الله، ونتمنى له ينجح النجاح والتوفيق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.